سعد صباحك سلمى. صباح الخير رشا، كيفك اليوم؟ رواق. طقس اليوم حلو، هيك بلشنا عم نشعر بحرارة، بس قلتي لي اليوم في منخفض. رح يرجع المنخفض اليوم بعد الظهر وبكرة وبعده ليوم الأحد. إن شاء الله يا سلمى يكون هيك مطر، والله يبعث الخير لكل الناس. صباح الخير لكم مشاهدي الإخبارية السورية، لك الحدا ما رافقنا بصباحنا لليوم، بداية صباح جديدة لليوم، ويا رب هذا الصباح يحمل لكم الخير الصحة والسلامة، ودائما نقول يا رب جبران الخاطر بكل صباحاتنا والرزق الكريم. قد ايه احنا بحاجه لهالدعوه سلمى، قد ايه صرنا احنا كسوريين دعوتنا واحده مثل ما بيقولوا. صحيح رشا، بنتمنى مثل ما قلتي للكل جبران الخاطر، واهم شيء راحه البال لكل الناس. ومثل العاده يعني يوم جديد، نحن اليوم نهايه الاسبوع، بكره يوم الجمعه عطله، رح يكون شويه برد ومطر، بس ان شاء الله بتقضوه مع العائله. محطاتنا لليوم عديده ومتنوعه، ولكن مثل العاده بنبلشها بعد ما نصبح عليكم بغنيه. وكالعادة سلمى مثل ما تعودنا بكل صباح، كاية يوم تواريخ مهمة بذاكرتنا وبذاكرة التاريخ، حنشوفها ضمن التقرير التالي. اليوم 25 كانون الثاني، كتير من الأحداث شكلت بتتاليها ذاكرة عبر الزمن، ومن أبرزها بعام 1915 ألكسندر جراهام بيل يجري أول اتصال هاتفي عبر قارة أمريكا الشمالية. بعام 1919 تأسيس عصبة الأمم. بعام 1972 التوقيع على اتفاقية صلح بين اليابان والاتحاد السوفيتي. وبعام 2019 انهيار سد للتعدين في برومادينيو بالبرازيل. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم، من عام 1949 بول نيرس، عالم كيمياء حيوية إنجليزي وحاصل على جائزة نوبل في الطب بعام 2001. ومن الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم، من عام 1982 عبد الوارث عسر، ممثل مصري. أما هلأ كمان رح نروح لمعلومات جديدة وغريبة يمكن عم نتعرف على بعضها للمرة الأولى بهل تعلم. هل تعلم بأنه للفيتامين A العديد من الفوائد على صحتنا؟ فهو بيساعد على تقوية عملية الإبصار وتحسين أداء العين، لكن أهم أعراض نقصه بالجسم الإصابة بالعمش الليلي يلي ممكن يصيب الإنسان بجفاف العين. وتعويض نقص هذا الفيتامين بيكون بتناول الجزر، الأوراق الخضراء، شرب اللبن والحليب. بكل يوم ضمن معلوماتنا لابد تمرق معلومة عن الضحك وفوائده، ومعلومتنا لليوم بتقول هل تعلم بأنه الضحك يمحو كلياً التشنجات العضلية والتقلصات التي تكون في الأصل هي السبب الرئيسي لظهور آلام الظهر والرأس والرقبة؟ وهل تعلم بأن الزعفران يحتوي خصائص مضادة للكآبة، حيث يعمل على زيادة مستويات مواد كيماوية معينة في الدماغ ومنها السيروتونين؟ وأخيراً هل تعلم بأنه رائحة النعناع تحفز عملية التركيز لدى الإنسان؟ وبأن المنتجين في بعض المصانع في اليابان يستخدمون بخاخات من محلول النعناع لزيادة تركيز العمل وبالتالي زيادة الإنتاج. وأولى فقراتنا سلمى مثل ما بنعرف، وخاصة بهي الأيام بسبب التطور التكنولوجيا وتطور العلم، صرنا نشوف الأمهات صارت تروح لكذا لغات، تقول أنا ابني اليوم حابته يتعلم الإنجليزي، على دورنا كان يعني يا إنجليش يا فرنسي، خلاص يعني إنه بتنقي أنت، بس اليوم لا، صرنا نشوف إنه الأمهات عم تروح لتعليم أطفالهم أكثر من لغة، خلينا نقول إنه اليوم بجوز يكون باب البرستيج كثير وارد بهي القصة، بس هذا الشيء أكيد له فوائد، إن كان بتقوية المهارات، بتقوية الذاكرة عند الطفل، ومخلينا يعني تكون خبرة كمان يعني نتعلم منهم اليوم. صحيح رشا، ويمكن كمان شيء كثير مهم إنه تعليم اللغة اليوم مو بس لهي الفترة، هو لحتى بعدين يكون في عندهم ما عندهم مشكلة
التوظيف، ما عندهم مشكله بسوق العمل، وخصوصا انه هلا صار هذا من المتطلبات الاساسيه. اذا كان زمان ممكن يتم التغاضي عنه، حاليا مستحيل يتم التغاضي عنه. لهيك بيبقى السؤال، كيف ممكن اعلم طفلي اللغه الثانيه وبشكل ما يضر ايضا لغته الام او لغته الاساسيه، ويقدر انه هو يمارسها وتصبح هي لغه رئيسيه موجوده عنده وليست لغه ثانويه؟ كل هاي التفاصيل رح نتوسع فيها مع ضيفنا لليوم الاستاذ صفوان قدوره، وهو استاذ متخصص في تعليم اللغه الانجليزيه. سعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباحك استاذ. مشاهدين اهلا وسهلا بحضرتك، نورت صباحنا. خلينا نروح فورا لمحور الحلقه، ودائما الام بتحلم يكون ابنها نموذج للطفل المتعلم اللي بيعرف اكثر من اللغه، اللي بتشوف حالها فيه قدام المجتمع، ولكن دائما السؤال البديهي انه انا امتى قادره انه ادخل طفلي بهذا المجال باي عمر؟ الحقيقه بالنسبه لموضوع تعليم الاطفال للغه الانجليزيه، اهم شيء نعرف انه هذا الشيء مرتبط بالضروره، فبغض النظر عن العمر ما هي الضروره انه نحن نعلم الطفل اللغه الانجليزيه بشكل خاص. لكن كجواب لسؤالك، نحن عندنا ثلاث مراحل بالنسبه لتعليم الطفل. تبدأ المرحلة الأولى اللي بنسميها الأيرلي ستيج، هي من فترة الولادة لفترة 3 سنوات تقريبا. المجال الإدراكي للمؤثرات الخارجية كتير عالي عند الطفل. المرحلة الثانية هي السكسسيف أو المرحلة المتتالية يلي بين 4 سنوات ل7 سنوات، وبيرفقها المرحلة الثالثة اللي هي بعد 7 سنوات اللي تعتبر متأخرة نوعا ما، بحكم أنه المراحل الإدراكية والإدراك السمعي كان أكثر بالمراحل الأولى. طيب. فممكن من الولادة الطفل يبدأ أنه يتلقى شيء متعلق باللغة الثانية. طيب أستاذ صفوان، خلينا كمان نأخذ معلومة منك اليوم. كتير أحيانا البيئة المحيطة هي اللي بتكون معيقة لتعلم أو اكتساب اللغة الثانية، فشو الإجراءات اللي بتعملوها بهيك حالة؟ البيئة المحيطة اللي احنا لما بنحكيها كعائق، فممكن نفترض أنه الأهل مثلا ما بيحكوا اللغة وما بيتكلموا اللغة الإنجليزية. هذا الشيء طبعا بيكون صعب شوي بصراحة بالمرحلة الأولى، لأنه أكيد الأهل صعب شوي أنه يجيبوا حدا كمدرس خاص للطفل مثلا حديث الولادة أو من باب التلقين. فممكن تبدأ هذا الشيء بمرحلة الروضة، بحيث الأهل أنه يضمنوا وجود الشخص الصحيح من أجل مرحلة التلقين. فالدور بهالحالة إذا كان الأهل عائق بحيث ما بيتكلموا اللغة، فبيكون الأمر كله متعلق باختيار الروضة المناسبة أو اختيار الملقن المناسب لتعليم اللغة. بالتالي ما بيصير هالفروقات بين اللغة الأم واللغة الثانية. وهون عم نحكي أستاذ عن خطوات، يعني أي شيء بدنا نأسس فيه بحياة الطفل بحاجة لخطوات أساسية، واليوم عم نحكي عن تعلم مهارات وتعلم لغة جديدة والتعرف على ثقافات أخرى. يعني شو أهم الخطوات المفروض نبلش فيها مع هذا الطفل؟ أهم الخطوات لحنا منركز كتير مرة ثانية على أهمية الحاجة. الآن إذا بدنا الخطوات العملية، فهي إذا كان الأهل أو أحد الوالدين بيتكلم اللغة، ضروري نبدأ نعمل له مرحلة توسيع إدراكه لمفردات اللغة الثانية. طبعا هذا الشيء ما رح يأثر أبدا على اللغة الأولى، بحكم دماغ الطفل مؤهل ليستوعب أكثر من لغة أو أكثر من لغتين أحيانا بنفس الوقت. ثم بعد هيك تجي مرحلة الروضة، اختيار الروضة أو المكان المناسب ومتابعة الأهل بيكون من أهم الخطوات بالنسبة لتعلم الطفل أو اكتساب الطفل للغة الثانية، اللي ممكن ببعض الحالات هي بطبيعة الحال تكون لغة نيتيف أو لغة أولى بالإضافة للغة الأم. طيب اليوم امتى بيلجأوا الاهل لمتخصصين؟ يعني بيقول انه انا مثلا، نحن بنعرف حاليا صار في تعليم لغات عبر الانترنت، عبر التطبيقات، في كتير وسائل يعني معنى كتير مكلفة على الأهل ومفيدة، ولكن ايمت أنا بقول لا أنا بهي المرحلة بدي أنه يكون في متخصص مشرف أو معهد معين؟ هلأ بالنسبة للأمر الشخص المتخصص، أكيد لحنا رح نبدأ من الروضة في حال الوالدين أو حدوما ما بيتكلم اللغة المرغوب تعليمها. لنفترض أنه هي اللغة الإنجليزية، فهي بنبدأ بمرحلة الروضة. في أهل بيعتمدوا هذا الشيء من الولادة، أنه ببلشوا مثلاً الطفل يستمع لأغاني لنفرض أو لشيء متعلق باللغة الثانية. ما عم ننتبه لنقطة أنه اللغة لا تتعلم فقط بشكل الإكسبوجر أو التعرض لأغنية أو لشيء من الحوار، هي بحاجة تفاعل جدا. فلحنا بمرحلة، إذا هذا الشيء مو موجود بمراحل مبكرة، فأكيد بمرحلة الروضة لحنا بدنا نلجأ
الأشخاص المناسبين، بحيث أيضا أنه نحن نضمن أمر التفاعل، لأنه عم نحكي بمجال السوسيولينغوستيك اللي هو الأمر اللغوي الاجتماعي. فاللغة هي عملية تفاعلية اجتماعية بحاجة وجود الأشخاص المناسبين أصحاب النطق السليم. طبعا كل ما كان النطق أفضل وأقوى وأقرب للغة التارجت المطلوب تعلمها، كل ما كان الأمر أقوى. هون نوهت حضرتك على نقطة كتير مهمة، وهي دور المختص ودور الأهل. بالنهاية هي شراكة ثنائية، خلينا نقول، لنجاح هذا التعليم عن الطفل. ولكن من تجربة شخصية اليوم أنا عم بحكي سلمى، أنه أحيانا المعاهد ما عم تجيب نتيجة، يعني كأنه ما عم يكون في تركيز مباشر على الطفل. يعني بتحط الطفل بيرجع البيت ما عنده هاي الذاكرة اللي استوعبت هدول الكلمات أو يقدر يحفظ يعني. فهون شو بتكون المشكلة أستاذ؟ في عنا هل بجوز عدد الطلاب كتير؟ ممكن؟ في عنا ثلاث أمور هامة. الأمر الأول متعلق مثل ما تفضلتي بعدد الطلاب، يعني إحنا إذا عنا 30 طفل مثلا فأكيد نسبة المشاركة رح تكون خفيفة جدا بالنسبة للطفل. الأمر الثاني دور المعلم، أو أنا بسميه الملقن نفسه بمجال اللغة، يعني لأي درجة الملقن عنده وعنده مثلا الخبرة الكافية بالتخصص بالتلقين أو تعليم الأطفال للغة تانية. والأمر الثالث متعلم بالبيئة المحيطة، بالبيئة المركز، بيئة المعهد المحيط، كخلق، تفضلتي أول حلقة ذكرتي كلمة ثقافة، فكخلق ثقافة متعلقة بالطفل. هي ثلاث أسباب الحقيقة عائق أساسي. أحياناً المعهد في إله سياسة بيكون إنه هو مثلاً يعتمد على مراحل متقدمة بالإنجاز، فهون الأهل ممكن شوي يستعجلوا على الطفل مثلاً أو يستعجلوا النتائج. هذا الشيء بحاجة إنه دراسة وشراكة ثنائية مع الأهل لتوضيح إنه نحن بهي المرحلة الطفل مثلاً عم يتلقى اللغة، بعد مثلاً أشهر هي المرحلة الطفل رح يبدأ ببعض المفردات وهيك. طيب أستاذ صفوان، كمان خلينا نحكي شوي كمان عن الأخطاء اللي ممكن يتبعوها أحياناً الأهل أثناء تعليم الأطفال، واللي بنعرف اللي هي الاستمرارية. في كثير أهل بدي يخلقهم بكير، خلاص أخذ كم كورس تمام حاجته. برجع بحكي أمر هام جدا، هو لأي درجة موجودة ضرورة تعلم اللغة. وبالتالي الأهل قبل ما أنا أقول أنا بدي أعلم مثلا الطفل لغة تانية، لنفرض اللغة الإنجليزية، فشو هو الهدف يلي الطفل بده يتعلم؟ ذكرته بداية الحلقة المجالات والآفاق الموجودة والمتنوعة بهالمجال. فمن الأمور الأخطاء اللي بيعملوها الأهل هي أول شيء عدم وضوح هدف، إنه أنا لحنا بتصير أحيانا إنه أنا بس بدي الطفل إنه يحكي، بدي أحيانا عذرا بصير تباهي مثلا بالطفل، قد يكون لمقارنة الطفل. هون عم نوقع كمان بأمر مطب تاني، هو يعني ضغط على الطفل إنه مقارنته بسن مبكرة جدا وما أنا مطالب فيها بأقرانه. فهي إحدى الأمور. من الأخطاء الثانية أيضاً إنه إهمال اللغة الأم، لأنه إحنا ما عم نعرف إنه اللغة هي هوية بالنهاية، فالطفل بحاجة يبقى على تواصل مع لغته اللي هي رح تمثل هويته. وهذا الشيء كتير هام إنه إحنا نعمل توازن وبالانس مع وضوح الهدف من تعلم اللغة الثانية مع اللغة الأولى. طيب أستاذ، بعض العقبات خلينا نقول، ذكرت حضرتك نقطة وهي الفروق بين طفل وآخر. اليوم مو كل الأطفال عندهم نفس قدرة الحفظ، نفس قدرة التركيز، وهون كمان مشكلة عند الأهل. اليوم شو أهم الصعوبات اللي ممكن الطفل يواجهها بعدم الحفظ، بعدم التركيز، الفروق الفردية، لحتى ما يقدر يكون عنده مفردات كتير بذاكرته؟ تمام. من أهم الصعوبات هي عدم وجود بصراحة شيء كافي من التلقين أو من الاكتساب للغة. الطفل لحتى يتعرض لحتى يأخذ اللغة بده تماماً مثل اللغة الأم، هو بيتعرض بيعمل تخزين تخزين تخزين، بعدين تجي مرحلة التوك فإذا أو الكلام. فإذا ما كانت هذا الشيء موجود فهي أكيد من التحديات بالنسبة للطفل. في طفل عنده أهل مثلاً بيتكلموا اللغة المطلوب إتقانه، وفي طفل ما عنده، فهذا الشيء أكيد رح يعمل بحد ذاته فروقات. ايضا الفروقات هي الهامه جدا اللي بنركز عليها هي دور الروضه او دور المدرسه او بالذات دور المدرس بشكل خاص، مما بيتطلب تواصل كثير هام وقوي وفعال بين الاهل
والمدرسة أو إدارة الروضة. طيب أستاذ خلينا نحكي شوي، نحكي عن المراحل المتقدمة. اليوم بلش الطفل، وقلت أنت أنه العمر كمان ممكن ينقسم لعدة أعمار. في كتير أهل بيقولوا أنا بدي أعلم طفلي من هو ولساته يعني حتى بالحضانة عم بيروح، بدي بلش علمه اللغة لأنه رح يكتسب أسرع ورح يصير أسرع. هلأ صار الظاهرة كتير أوقات بنكون ماشيين بالسوق، ماشيين بمول من المولات، بنلاقي الأم عم تحكي مع الطفل باللغة الإنجليزية، بأي أمور عم بتشوفها، بطلت تستخدم اللغة العادية. هل هذا الشيء مفيد، ولكن هل له سلبيات على تعلم الطفل للغة الرئيسية؟ الحقيقة من الأمور الغريبة شوي أنه إلى الآن العلماء والأبحاث ما اتفقت على أمر أنه هل الطفل من صالح الطفل يتعلم لغة ثانية بسن مبكرة أو لا. يعني إلى الآن نحن ب 2024 علماء تحكي بمدرسة أنه الطفل لازم يتعلم أول شيء اللغة الأم بعدين يتقن لغة تانية، وعلماء ومدارس تانية بتقول لا، الطفل لازم يتعلم لغتين أو قادر أنه يتعلم بلغتين. الحقيقة هذا الشيء ما له مشكلة، لأنه ما في حالات عملية أثبتت أو وضحت أنه الأطفال بيصير عندهم ديلي أو تأخر بالتوك إذا الطفل أتقن اللغة التانية. عندنا أبحاث واضحة، يعني مثلا بكندا حوالي 31-40% من أطفال المدارس بيتكلموا لغة تانية بطلاقة. بالاتحاد الأوروبي مثلا حوالي 56% من طلاب المدارس ضمن دول أوروبا بيتكلموا لغة تانية بطلاقة. حتى نحن يعني بنعرفها، أحيانا بيكون أشخاص بعائلة ضمن مدينة بيحكوا لهجة حتى مختلفة، فبالبيت ممكن يكون في لهجة وبالمدرسة لهجة أو مع الأصدقاء لهجة، فهذا الشيء ما في أي مشكلة. لكن المهم أنه يكون في هناك ضرورة، معنا مشكلة أنه الأم أو الأب يستخدموا لغة ثانية إذا بقصد هو تعريض الطفل للكونتكست أو لسيناريوهات مختلفة بالبيت، غير مثلا بالمدرسة أو غير مع الأصدقاء أو غير بالنادي. فإذا كان الغرض هو تعريض الطفل لهذا الشيء، تعريضه لحوارات مفتوحة وكونتكست مختلفة، فأكيد ما في مشكلة، على عكس ما يفهم أنه هي يعني أمر لشوفة حال أو كذا. صحيح. ما شرط بالضرورة هيك تكون أبدا. أكيد اليوم الإيجابيات جدا كثيرة، وكون عم نحكي عن الإيجابيات خلينا هيك بمعلومات سريعة. اليوم هي المراحل بالتقدم من باللغة عند الطفل، شو حتعمل له بالمستقبل حضرتك كونه متخصص وإلك مجال وتجربة بهذا المجال؟ الأمر الهام يلي نحن بدنا نعمله حاليا بالمستقبل هو زيادة أو رفع الوعي أو زيادة الوعي بالنسبة لتعلم لغة تانية. أنا طبعاً مخصصة اللغة الإنجليزية لأنه هي لغة اللغة فرانكا بشكل عام، هي لغة التواصل الدولية. فأهم تحدي بالنسبة لنا إذا نحن قدرانين هو إنه اللغة الآن للصغار أو للكبار حتى ما عادت خيار، هي صارت life necessity، كحاجة ضرورية من حاجات البقاء. طبعاً هذا الشيء بيأشر إنه الآن كثير من أصدقائنا عم يسافروا وعم تكون اللغة عائق. أول شيء بالسي في المطلوب. بالضبط. فأحياناً المجال التكنيكال عم يكون مانول توب، لكن اللغة التوب عم يروح العمل أو الوظيفة أو البوزيشن لصالح اللغة. فأهم شيء الآن إحنا فينا نعمله أو إذا نجحنا نعمله بيكون هو الشيء الصح، أنه نرفع زيادة الوعي بالنسبة لتعلم اللغة وبالذات اللغة الإنجليزية، وتطبيق مقولة أنه هي it's not an option، يعني هي ما عدت خيار أبداً، وإنما هي حاجة ضرورية من حاجات الحياة وحاجات البقاء حتى. أكيد صحيح. شكرا لك أستاذ صفوان وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا أستاذ صفوان، نورت صباحنا، يومك حلو، أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لك. يسعد صباحكم عن جديد مشاهدينا. طبعا بما أنه نحن بفصل الشتاء، من الفواكه اللي كتير موجودة ومهمة بفصل الشتاء هي الرمان، فوائد عديدة رح نتعرف عليها بالتقرير التالي. يعتبر الرمان من أكثر الفواكه غنى بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولهذا فإن تناوله أو شرب عصير الرمان الطبيعي له العديد من الفوائد، أهمها تعزيز صحة الفم والأسنان، حيث أثبتت دراسة علمية أمريكية أجريت من قبل باحثين في جامعة أوهايو بأن الرمان يساهم في تقليل خطر الإصابة بالتهاب اللثة، كما أن دخوله في غسول الفم يقلل من مستوى البروتين الذي يسبب تكون البلاك على السن. هو جيد لصحة القلب. الرمان يساهم في خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة
بانسداد الأوعية وأمراض القلب وتصلب الشرايين. يقي من السرطان، فهو غني بالمركبات الكيميائية كالفيتوكيماويات من نوع البوليفينول، وقد أثبتت الدراسات المخبرية بأن الكثير من مكونات الرمان تتسم بالقدرة على الحد من تفشي الخلايا السرطانية. وأخيراً، يساعد في تقليل ضغط الدم، حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان على تقليل ضغط الدم المرتفع، من ما يساعد في الحفاظ على وظيفة الشرايين والقلب والدماغ وبشكل جيد. أما هلأ سلمى رح نروح لفقرة جديدة، وللأسف من وقت بلشت الأزمة على فلسطين والحرب على فلسطين الحبيبة بطوفان الأقصى، صرنا نشهد كتير أمسيات، صرنا نشهد كتير ثقافات أدبية غنائية شعرية كانت تعنى بفلسطين، واليوم نحن كسوريين بنفتخر بكل عمل سوري عم يتقدم بهي الفترة. رح نروح ضمن هي الفقرة لعنوان طلائعنا تغني فلسطين. عنوان هذا هو عنوان حفل جمع 160 طفل وطفلة صدحت حناجرهم وأبدعت أناملهم عزفا وغناء، تحية إلى فلسطين وشعبها المقاوم. صحيح رشا، ويعني مثل ما بنقول دائما منظمة طلائع البعث استطاعت خلال هي السنوات أنه هي تبقى دائما عم بتحافظ على تشكيل الوعي الوطني والانتماء الوطني لسوريا وللوطن العربي عند أطفالنا. تعتبر هي الأمسية هي من الأمسيات والنشاطات والفعاليات الكتيرة اللي قامت فيها المنظمة من أجل طبعا تقوية وشرح أكثر معنى القضية والانتماء لأطفالنا. طبعا هي الأمسية توجت هي النشاطات وكانت على مسرح الحمراء بدمشق بالتعاون وبرعاية مؤسسة صيب اللي بترعى الأمور الفنية والنشاطات الفنية. رح نتعرف اليوم بشكل أوسع على تفاصيل الأمسية، ويشاركنا 2 من أطفالنا المبدعين اللي كانوا من الأوركسترا المشاركة. خلينا نرحب سوا بضيوفنا الأستاذ حسام الدرة، وهو عضو قيادة منظمة طلائع البعث، رئيس مكتب المسرح والموسيقى والفنون الشعبية المركزي، والطالب بشير عكام 12 سنة صف سادس كمان موهبته الغناء، والطالبة رند محمد 12 سنة كمان صف سادس وموهبتها عزف العود. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك. صباح الخير، نورتوا صباحنا. أهلا وسهلا يا بشير، أهلين يا رند. أستاذ حسام، خلي البداية تكون من حضرتك ونحكي عن هي الأمسية وعن هذا الحفل، كيف حضرتوا له؟ يسعد صباحكم. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا نحن من بداية الحرب الظالمة على غزة وعلى أطفال غزة وعلى فلسطين بشكل عام، تولد عند الأطفال شعور من الحزن والأسى من الشيء اللي عم نشوفه طبعا على التلفزيونات من هالحرب الظالمة اللي صارت على غزة. صاروا يعبروا الأطفال عن طريق رسوماتهم، عن طريق كتاباتهم، عن طريق الشعر، عن طريق الموسيقى بالشيء اللي حاسينه. بدأنا طبعا من بداية الحرب ب17 بدأوا الأطفال يرسلوا أعمالهم لصفحة المنظمة. من وقتها نحن خطر ببالنا أنه نشتغل على حفل ضخم موسيقي. اجتمعنا كقيادة منظمة أنه نحن لازم نعمل حفل غناء الأوركسترا الوطنية المركزية لمنظمة طلائع البعث. بعد اجتمعنا مع الكوادر المختصة بالأوركسترا، تناقشنا بالأغاني اللي ممكن نحن نعرضها، هي عبارة عن 9 أغاني. طبعا الأغاني هي أغاني تراثية فلسطينية مقاومة بالإضافة لأغاني سورية وطنية. اجتمعنا بالهيئة مع المايسترو سليمان حرقوش وقائد الأوركسترا، بنوجه له تحية أكيد، مع المدربين المختصين، وبلشنا تدريبات من قبل شهر. بهالتدريبات هاي صار عنا الحفل جاهز. طبعا أقمناه على مسرح الحمراء وكان التفاعل كتير رائع من الجمهور، من الأطفال، من أطفال الأوركسترا نفسهم، والحمد لله تكلل بالنجاح. أكيد يعني كانت صورة جميلة جدا تابعناها وشفناها كمان ضمن التغطيات الإعلامية على وسائل الإعلام. بدي أرجع رحب ببشير. صباح الخير بشير. صحيح. كيف كانت الأوركسترا؟ خلينا نحكي يعني أنتوا دربتوا أيام طويلة وشهور إذا فينا نقول قبل ما تبلش الأوركسترا، كيف كان التدريب؟ كان التدريب كتير حلو، وتشكر الأستاذ سليمان والأساتذة كلياتهم. أكيد نوجه له تحية للمايسترو. نوجه تحية.
كم فقرة شاركت؟ في شيء خاص فيك كان لك مشارك فيه ولا بس بالغناء الجماعي؟ لا شاركت ببرنامج صوت وروح على قناة نور الشام، وشاركت غنيت بالمدرسة، أخذوني على الرواد على منظمة طلائع البعث، وشاركت بالأوركسترا السورية. برافو برافو يا بشير، نحن بنشوف حالنا فيكم، بنفتخر هيك بكل طفل انت عم المستقبل اكيد قدامك. رند رح ارجع لعندك شوي، صباح الخير لك عن جديد. كمان انت حضرتك مشاركه كنتي بالحفل، خلينا نحكي شو قدم لك هاي المشاركه، شو اعطتك وشو شاركتي؟ عززت قدراتي بالعزف الجماعي بكون فعلا بالاوركسترا، خلي المايك هيك، وزادت ثقتي بنفسي. اكيد يعني رند العزف على العود يعني شيء مميز طبعا، آله شرقيه ومهمه جدا، قد ايه صار لك عم تتدربي عليها؟ بلشت بالصف الثاني. بتحسي انه هي مياله للذكور اكثر من الاناث يعني، صحيح. فاليوم خطوه جريئه من رند اليوم انها مبلشه بهي الاله. خلينا هيك نسمع شيء مشترك بيناتكم، شو رايك بين بشير ورند؟ نسمع يا فدائي. طو خلينا نحط مايك تبعك، تفضل استاذ حسام. نسمع اغنيه من التراث الفلسطيني المقاوم. نعم. بعدين بنغني شيء لسوريا كمان. يلا اهلا وسهلا. يا فدائي خلي رصاصك صايب صايب صايب، يا فدائي جمع شمل الحبايب الحبايب، دمك عربي فلسطيني، دربك دربي فلسطيني، دمك عربي فلسطيني، دربك دربي فلسطيني، يا فدائي يا فدائي يا فدائي. فجر فجرها وركان يا فدائي، وشعلها في كل مكان يا فدائي، فجر فجرها وركان يا فدائي، وشعلها في كل مكان، خلي المدفع نار تولع للمدخل نهارهم يطلع، خلي المدفع نار تولع للمدخل نهارهم يطلع، يا فدائي يا فدائي يا فدائي. شمل الحبايب دمك عربي فلسطيني، دربك دربي فلسطيني، دمك عربي فلسطيني، دربك دربي فلسطيني، يا فدائي يا فدائي يا فدائي. النار النار من غزة، من غزة لجبال النار، مشوار التر يا بلادي يا بلادي هو المشوار، النار النار من غزة، من غزة لجبال النار، مشوار التر يا بلادي يا بلادي هو المشوار، خلي المدفع نار تولع للمدخل نهارهم يطلع، خلي المدفع نار تولع للمدخل نهارهم يطلع، يا فدائي يا فدائي يا فدائي. استاذ سلمى شفت قد ايه، برافو يا بشير، برافو برافو يا رند. يعني مثل ما شفتي رشا، يمكن كمان اللي حضر الحفل شاف انه كان لما الاطفال اللي عم بيغنوا كان الكل عم بيزقف، كل الحضور كان عم بيزقف ومتفاعل معه، كان في حاله كثير حلوه ومميزه خلقوها اطفالنا. وهون بدي احكي عن انتقاء الاغاني، مثل ما شفنا حرصتوا على انه تكون كل الاغاني هي اغاني وطنيه عاشت بذكرياتنا عن فلسطين، وحتى الاشعار اللي تقدمت او القصائد كمان كانت مميزه جدا. صحيح طبعا، بالنسبه لهيك حفل اكيد نحن المفترض انه نختار الاغاني الصحيه اللي بتناسب الاطفال، مشان هيك دورنا على التراث الفلسطيني القديم، في اغاني حتى نعاد توزيعها من اول وجديد. طبعا ساعدنا بهذا الموضوع، بوجه له تحيه المايسترو نزيه اسعد، بكتابه النوط الخاصه بحيث انه الطفل يقدر يؤديها صح. طبعا بنرجع بناكد انه هذا الموضوع اكل كثير تدريب، كثير جهد من المدربين، من الاساتذه، من المايسترو سليمان، من الاطفال حتى، يعني اكثر من شهر شهر وشوي وهن عم يتدربوا، بحيث انه يصير
الحفل ناجح بامتياز. طيب خلينا هيك قبل ما نرجع لعند رندو بشير ايضا نحكي اليوم عن دور منظمه طلائع البعث، ونحن بذاكرتنا سلمى هي المنظمه يمكن كنا عشنا فيها ايام كثير حلوه، يمكن اذا بدنا نرجع للايام الحلوه بنقول المعسكرات، الانشطه، الحفل كنا نساوي بالمراكز الثقافيه بكل المحافظات مو بس اليوم بدمشق. يعني خلينا اليوم نحكي قد ايه اليوم دورها مهم بتشجيع هي المواهب، قد ايه مهم بصقل هي المواهب وتنميه المهارات. تمام. طبعا منظمة طلائع البعث هي الجهة التي تعنى بالطفولة من 6 سنوات ل 12 سنة. نحن بنشتغل على تنمية مواهب الأطفال، على صقل المعلومات اللي عم ياخذوها. كمنظمة هي طبعا نحن ووزارة التربية هو فريق عمل واحد أكيد، نحن بنشتغل على شيء اسمه منهج إسرائي، هذا المنهج بيغني المنهج المدرسي اللي عم ياخذوه رفاقنا الطلعيين بالوحدات الطلعية. طبعا بالتشاركيه بيننا وبين وزاره التربيه في تنسيق بشكل دائم، في عندنا شيء اسمه مدارس انشطه، في عندنا شيء اسمه نوادي طليعيه صيفيه، بهاي النوادي نحن عمليا عوضنا شوي من النقص اللي صار بمعسكراتنا اثناء الحرب، في كثير معسكرات طلعت عن الخدمه خارج الخدمه صحيح. صارت خارج الخدمه، عمليا بهالنوادي هاي الطليعيه بنموا مواهبهم بكل الاختصاصات، ان كانت علوم، ان كانت رياضيات، رياضه، ثقافه، مسرح وموسيقى، فنون جميله، من خلال هاي النوادي الطليعيه الصيفيه والشتويه، ومن خلال مدارس الانشطه اللي منتشره بكل انحاء سوريا تقريبا. الاطفال عم يجوا، عم نحاول قدر الامكان نامن لهم شيء نقدر نواكب فيه العصر، ان كان بتطوير، ان كان بتحديث، عن طريق تأهيل كوادر طليعية من عنا بإشراف مختصين وبالتعاون مع وزارات كافة، هي طبعا دائما تدعمنا، إن كان وزارة التربية اللي هي شركتنا الأولى، إن كان وزارة السياحة، وزارة الإعلام، وزارة الثقافة، الشؤون الاجتماعية والعمل، نشتغل على أنه نحن نجهز كوادر، هاي الكوادر يعني تنقل هاي الخبرات لأطفالنا بالوحدات الطليعية. أكيد، ونحن كل سنة بنكون مع دائما أطفال متميزين من منظمة طلائع البعث، إن كان أيضا مسابقة الرواد اللي هي تقريبا يعني قريبا رح تكون بلشتوا تحضيرات إلها، وهي طبعا تشمل كل المحافظات السورية لكل أطفالنا من الأول للسادس باختصاصات متعددة. تمام. هلأ نحن الشهر القادم في عنا مسابقة الرواد اللي هي بتصير على عدة مستويات، من الفرقة للوحدة للمنطقة للفرع، والختام على مستوى سوريا وعلى مستوى القطر. طبعا هاي المسابقات وحضرتك بتوقع من الرواد اللي كانوا موجودين بمنظمة الطلائع. صحيح. بنشتغل عليها من بداية العام الدراسي بكافة الاختصاصات اللي هلا ذكرتها قبل شوي. بصير الاهتمام بالطفل بفوت على حسب الموهبة اللي عنده لحتى نوصل لرواد على مستوى القطر. هلا مثل نحن في عندنا بشير وفي عندنا رند، هن رواد على مستوى القطر في مجال الغناء وفي مجال العزف على العود. بنحاول قدر الامكان نضل مواكبين معهم، نضل ماشيين معهم نحن لحتى نوصل لسويه تكون فعلا راقيه ونوصل للهدف المطلوب من منظمه طلائع البعث. ما هو اليوم الاستمراريه دائما سلمى هي او المتابعه من الكادر المختص رح تكون هي العامل الاساسي بنجاح بشير. انا كنت كمان غني بعمرك يعني بطلائع، بس بعدين خلينا هيك نحكي اليوم شو قدمت لك المنظمه، او مين اكتشف هاي الموهبه اللي عندك يعني، وكيف تطورت من خلال وجودك بمنظمه طلائع البعث؟ هلا كنت صغير غنيت بالمدرسه، فالانسه عجبها صوتي اخذتني على الرواد. شو أول أغنية أغنيتها بتذكر؟ بكتب اسمك يا بلادي. حلو. حلو. سألت بعد طيب شوي بعد ما تغنوا الأغنية المشتركة بدنا ناخذ مقطع لوحدك منها. كمان رند خلينا نعرف هيك يعني، كمان هي الموهبة أكيد ما بتنشأ بيوم وليلة، يعني أكيد دربتي سابقا، في حدا انتبه عليك ساعدك، وخصوصا اليوم كمان التدريب على الآلات بده وقت وبده جهد وبده مصروف كبير. لماما اللي اكتشفت الموهبة، بلشت اعزف بالصف الثاني. وجه لها تحية اكيد. وبالصف الرابع انضميت على الاوركسترا، وبالصف الخامس فزت بالرواد على مستوى القطر. كانت المشاركة كثير حلوة وعززت عندي روح المنافسة والتميز. مين ساعدك باختيار آلة العود اليوم؟ ماما. بتحبي انت كان شيء ثاني او لا يعني؟ لا انا بحب العود كثير. طيب شو رأيك نسمع شيء؟ يلا.
نسمع مشترك كمان بين ترابيك. طبعا هلا هاي الاغنيه هي اغنيه تقدمت بالحفل، هي اغنيه خاصه بفلسطين، كلمات والحان الاستاذ كلمات والحان مين؟ الاستاذ عيسى النجار، بنوجه له تحيه طبعا، وهي انكتبت خاصه بالاوركسترا وهذا الاوركسترا اللي يلا رح نسمع سوا. في الأصل. يسلم هالصوت عن جد، يعني بدي نشكر أكيد كل اللي ساعدوا ودربوا أطفالنا ورعوهم. طبعا دائما أنا بقول منظمة طلع على البعث هي مو بس منظمة يعني موجودة كانت بمدارسنا وعم بتشارك، هي من اسمها منظمة رعاية الطفولة، قدرت أنه ترعى أطفالنا بكل المجالات. وحاليا بهذا خليني أقول العصر الجديد أيضا أدخلوا شيء بخص الإعلام، بخص المواقع الإلكترونية ضمن المسابقات، وهذا الشيء كتير مهم. صار في عنا المدون الصغير الصحفي الإعلامي، هذا الشيء بيعطيهم كمان هيك قدرة على أنه يستوعبوا الجو الجديد اللي موجودين فيه، ولكن بطريقة ما تضرهم. يعني قد ايه حاولتوا هذا خليني أقول البرنامج يكون فيه شيء توعوي للأطفال؟ طبعا بنرجع نحن نحكي عن الرواد كاختصاصات، يعني هلا مثل ما تفضلتي حضرتك علاقتنا مع وزاره الاعلام، بمكتب الاعلام صار في اختصاصات عم تواكب العصر، يعني نحن عم نحول الطفل شلون يستفيد من هالتكنولوجيا هاي بشيء مفيد، ان كان بمدون ولا ان كان بمصور ولا بمعلق. هذا الهدف الاساسي من المنظمه ونشاطات المنظمه اكيد. وهذا الشيء اكيد له تاثير جدا بمستقبل هدول الاطفال، هنن اماني اكيد يعني صحيح. وانت اليوم من نظرته هنن عم يقولوا قد ايه فخور بهذا الانجاز الجميل، يعني اكيد انبسطنا كثير بوجودكم معنا لليوم، وشكرا لك استاذ حسام، وتحيه من خلالك لكل كادر العمل ولكل الجهود اللي اشتغلتوا عليها. انا بعد اذنكم بدي اوجه تحيه لمؤسس صبا بيت الفن والادب اللي هن كانوا شركاء حقيقيين معنا لانجاح حفل الاوركسترا الوطنيه طلائع عنات وغنى فلسطين. اكيد بدنا نتشكرهم، شكرا لكم. ما بعرف بنلحق ناخذ مقطع صغير من بكتب اسمك يا بلادي، وعدناهم لانه وعدنا بس مقطع صغير سريعا يلا هي حنغنيها معكم. اوكي اذا هو بده لحاله اداء منفرد ما في مشكله. لا 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 ل
الشمس ما بتغيب لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب لا 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 يا يعني بدك ما فينا ما نسقف لك. شكرا لحضوركم، زينتوا صباحنا. شكرا لكم واكيد الشكر لكل يلي عم يرعوا اطفالنا بالمنظمه. ولهون رشا خلصت فقرتنا، مع الاسف ما كان بدنا حابين نخلص، خلينا نروح لكن حنضل بنشاطات الاطفال. صحيح. ونحن رجعنا هلا بالفصل الثاني من المدارس، حنروح لريف الرقه وحنروح بجوله من الانشطه يلي عم تشهدها المحافظات السوريه، ورح نبداها من ريف الرقه وعوده الاف التلاميذ والطلاب الى مدارسهم في الريف المحرر مع بدء الفصل الثاني من العام الدراسي، لتستمر المدارس في السعي لتحقيق أهدافها في غرس قيم الحب والعطاء في نفوس الأجيال التي عانت من حقد الإرهاب. حنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. آلاف التلاميذ والطلاب عادوا إلى مدارسهم في ريف الرقة المحرر مع بدء الفصل الثاني من العام الدراسي، لتستمر المدارس في السعي لتحقيق أهداف عملية من جهة وأهداف تربوية عن طريق غرس قيم الحب والعطاء في نفوس الأجيال التي عانت من حقد الإرهاب. تم بدء الفصل الدراسي الثاني بمجمع معدان التربوي، وعدد المدارس 46 مدرسة ما بين حلقة أولى وحلقة ثانية وثانوية، وتم استقبال أبنائنا الطلبة في المدارس في أتم الجهوزية من ناحية توزيع الكتب للفصل الدراسي الثاني. استقبلت إدارة المدرسة العليا الشمالية الحلقة الأولى تلاميذها منذ بدء اليوم الأول من الفصل الدراسي الأول الثاني بجاهزية تامة من كادر إداري وكادر تدريسي والتلاميذ، وتم توزيع الكتاب المدرسي على طلابنا من الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي. تم استلام مخصصات المدرسة من المستودع الفرعي الكتب طبعا المخصصات للفصل الثاني، وتم استلامها بشكل كامل وتم توزيعها على التلاميذ ضمن جداول المعدة لكل شعبة. هي سوف نتبع في الفصل الثاني استراتيجية جديدة حول نظام الأتمتة، النظام الأسئلة المؤتمتة المعتمد من قبل الوزارة. بدأنا الفصل الثاني بكل جد ونشاط، إن شاء الله نكون من المتفوقين، وأتمنى هذا لكل أصدقائي وصديقاتي. بدأنا الفصل الثاني بجد ونشاط. إرادة وتصميم التلاميذ والطلاب والكوادر التدريسية والإدارية على متابعة التحصيل العلمي يؤكد انتصار سوريا في حربها على الإرهاب التي عمل على نشر الجهل والتخلف. عبد الحميد شخير، الإخبارية السورية، ريف الرقة المحرر. أما هلأ رح نروح لمحطتنا التالية وتحديدا من حمص. رح نروح لحمص وضمن الأنشطة العلمية للهيئة العامة لمستشفى حمص الوطني، نظمت إدارة المستشفى ندوة علمية بعنوان الدرق ما بين الجراحة والداخلية، وتفاصيل الأوفى مع مراسلتنا شيرين العلي. ضمن الأنشطة العلمية للهيئة العامة لمستشفى حمص الوطني، نظمت إدارة المستشفى ندوة علمية ألقى خلالها الدكتور شادي سلوم محاضرة علمية بعنوان الدرق ما بين الجراحة والداخلية، تناول فيها عددا من المحاور منها التطور الجنيني للغدة الدرقية وتقييم مريض الدرق ومستقبل جراحته.
هو عبارة عن أفكار علمية مستقاة من عدة مراجع، إضافة إلى مشاركات علمية وعملية من الأخصائيين الموجودين عندنا في بلدنا، للوصول إلى أفكار جراحية جيدة للقيام بالعمليات الجراحية المناسبة لهذه الأمراض. هي تم إغناء المحاضرة بمداخلات قدمها عدد من الأطباء الأخصائيين، تحدثوا فيها عن تجاربهم العملية في جراحة الغدة الدرقية. حكوا على التجارب داخل سوريا وخارج سوريا، وكانت كثير المواضيع شيقة وجميلة، وحكوا على أنه كيف مخلي الدرق يكون بسوية معينة من استخدام المحلول لوغول، اللي في عالم ما نستخدمه، في عالم أنه بالعكس إنه الموضوع أقرب كثير يعني للاستخدام. مكان وجود الدرق، مكان وجود الأوعية، مكان وجود الطرق التنفسية، هو مكان عمل التخدير بشكل مباشر. وقليل كثير إنه بالنسبة للدرق إنه يكون في الطرق التنفسية اللي أنا بدي أشتغل عليها كطبيب تخدير تكون سليمة. دائما في عنا بيكون في اضطرابات في انحزاح بمحور اللغامة إلى آخره. هلا نحن عم نشتغل على نفس المكان، الرأس هو إلنا نحن كتخدير، والرأس هو نفس الوقت كمان لجراح. بدنا نسهل له الوضعية بحيث إنه يشوف بشكل جيد ولا يتأذي العصب الخاص في اللي هو العصب الحنجري اللي هو بيعمل شلل بالحبل الصوتية. قراءة الكتب نحن كلياتنا بنقراها، بس التجربة العملية اللي بنشوفها ضمن العمليات، اللي بنشوفها ضمن المحاضرات هذا والنقاش تبع الأخصائيين، هو اللي بيغني الخبرة تبعنا واللي نحن عم ندور عليها ضمن المحاضرات. تأتي أهمية الأنشطة العلمية للمشافي العامة من كونها تستعرض آخر ما توصل إليه الطب فيما يخص الأمراض وطرق تشخيصها وعلاجها، وهذا ما حققته محاضرة الدكتور سلوم في محاضرته حول تشخيص وعلاج مرض الغدة الدرقية. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من الهيئة العامة لمستشفى حمص الوطني. سلمى، خلينا نقول تحية أول شيء لكل الكادر العامل بالمشفى الوطني بحمص. يعني كنا عم نحكي أنه اشتغلوا بظروف كتير صعبة بعد سنوات الإرهاب على حمص. رح نضل بالمجال الطبي وحنروح لحالة شائعة وهي هبوط الرحم. قديم بسمع بهذا المصطلح صحيح طبيا عند النساء، يعني وهو بيختلف أسبابه من أنثى لأخرى يعني، ولكن طبعا بيقولوا ما كتير له أعراض، يعني ممكن تظهر أعراضه ب10%، وكثرة الإنجاب وحال الحالة الإنجابية إلى علاقة بهي القصة. صحيح رشا، ويمكن كمان كنا عم دردش سوا مع دكتورنا تحت الهواء قبل ما نبلش عن هذا الموضوع. كتير صعب هو، ولكن أنه بيخرج الرحم من مكانه الطبيعي، هذا الشيء ممكن يكون له تأثير على الوظيفة التناسلية أيضا عند السيدة. شو الأسباب، كيفية العلاج، وكثير من الأسئلة الشائعة اللي بتخطر ببال السيدات، هل الولادة الطبيعية سبب رئيسي أو لا، غيرها من المعلومات اللي رح يعطينا الإجابة الدقيقة وصحيحة. ضيفنا بالاستوديو الدكتور بسام لفلوف، وهو اختصاصي في التوليد والجراحة النسائية. صباح الخير دكتور بسام. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير حكيم، أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا بداية نعرف طبيا شو يعني هبوط الرحم عند المرأة، وبأي عمر ممكن تنصاب فيه. تمام. هلأ أول شيء بدنا نطلع المنطقة تشريحيا. المهبل عبارة عن قناة شكلها أسطواني، بآخرة بنوجد الرحم وعمق الرحم. فهي جدر نحن بنسميها، يعني المهبل له جدار أمامي وله جدار خلفي، وله قبة المهبل اللي بعدها بينوجد الرحم. الهبوط هو درجات. الجدار الأمامي للمهبل بتحازيه المبولي أو المثاني، وجدار الخلفي المستقيم، وقبة المهبل الرحم. هلأ هبوط أو تدلي أو تطاول أي جزء من هدول هو هبوط. يعني هبوط المبولي بنسميه هبوط الجدار الأمامي للمهبل، وهذا بيترافق مع مشاكل بولية مثل سلس البول، انه احيانا السيده مثلا اذا ضحكت بينزل بول، اذا سعلت عطست. كثير بنسمع عن هي الحالات، يعني هذا الهبوط الامامي كثير شائع. الهبوط الخلفي هو انه المستقيم بيخرج من مكانه كمان بيعمل تقبب بالجدار الخلفي للمهبل. هبوط الرحم
ونزول الرحم من مكانه قبل المهبل. هذا له درجات طبعا، كل هبوط له درجات، يعني هبوط المثاني، هبوط المستقيم يعني نسميه الهبوط الامامي او الخلفي له درجات. هبوط الرحم كمان له درجات، قد يهبط الرحم ويبقى عنق الرحم ضمن المهبل. قد يهبط الرحم ويصل عنق الرحم الى مخرج المهبل، وقد يهبط الرحم كاملا خارج المهبل، يصير كله برا. اي درجات المتقدمه طبعا. هي امراض النساء باعمار يعني بعد الأربعين او 45 سنه، هي موجوده عند الصبايا عند الاصغر سنا، هي هبوط جدر المهبل، يعني هو هبوط امامي او هبوط خلفي. هلا هبوط الرحم عادة هو مع التقدم بالعمر. أكيد أكيد أهم الأسباب لإله هو تعدد الولادات. هلأ نحن ما بدنا نتهم الولادة الطبيعية تهمي مباشرة، لأنه هي الطبيعة. صحيح. يعني خلقة الأنثى تولد طبيعي، والخالق سبحان الله أكيد ما قرر يعمل له هبوط بعد الولادات، لكن طبيعة الولادات يعني الولادات غير المراقبة، الولادات العفوية، يعني في أسباب بالولادات بتؤدي مع تعدد الولادات لأنه يصير هبوط. طبعاً تعدد الولادات الطبيعية سبب، الجهد سبب، بس أهم شيء طبيعة الجسم. يعني في أجسام ممكن تجيب 15 ولد ولادات طبيعية وما يصير عندها ولا هبوط، وفي أجسام ممكن ما تجيب ولا ولد ويصير عندها هبوط. هي طبعاً طبيعة البشرة. طبعاً وقت بدنا نحكي عن الهبوط، أول شيء بدنا ننفي سببه قليل وجوده ليعمل هبوط، لكن ممكن أي شيء بيرفع الضغط ضمن البطن يعني كتل أورام مشاكل يمكن هي تسبب هبوط. فنحن وقت بيكون عندنا هبوط بدنا نتأكد أنه ضمن البطن ما في شيء، وبعدين بدنا نتعامل مع الهبوط بحد ذاته وبمراحل وبأشكال. طيب دكتور خلينا نحكي شوي اليوم كيف بيتم تشخيص هذا الموضوع، وخصوصا مثل ما انت قلت مو شرط ان تكون هي سيده متزوجه وعندها اطفال، ممكن تكون صبيه ما انا متزوجه. طبعا نادر جدا وقت نحكي عن الصبايا بس انه موجود. طبعا تشخيص الهبوط للحقيقه اول حدا بشخصه هي المريضه بحد ذاته. يعني هي المريضه بتشعر انه انا مثلا وقت عم فوت على الحمام عم اشعر مثل بيضة عم تطلع من تحت، عم اشعر شيء متغير عندي، وقت بسعول بينزل بول. يعني هي بتشعر انه حدث عندها تبدلات، فبتراجع طبيب لتعرف انه شو مشكلته، وهم بقى بنعرف شو نوع الهبوط وشو العلاج الامثل له. طبعا نادر الهبوط يعمل مشاكل ثانيه، يعني ما بيأثر غالبا على وظائف الجهاز التناسلي بالمطلق. يعني واحدة عندها هبوط أمامي خلفي ما بيمنع تجيب أولاد، واحدة عندها هبوط رحم هي صغيرة بالعمر ما بيمنع تجيب أولاد مثلا، يعني بالعكس ما لها علاقة هي القصة. بس هي قضايا بدي أقول لك يعني هي بحالة السيدة بطبيعة جسمها، يعني هي شعرت أنه حدث تبدل فبتراجع لشخص ونتعامل مع الحالة. طيب دكتور هاي الحالة خلينا نقول هبوط الرحم، هل ممكن يكون نتائج عوامل خطورة على المرأة فيما بعد؟ لا لا طبعا وقت عم نحكي على هبوط رحم خارج المهبل طبعا هون دخلنا بمشاكل بتعمل، بيصير تقرحات اختلاطات بيصير مشاكل. بس انت عم تحكي على مريضة مهملة بشكل كتير كبير، يعني هاي ما عاد شفناها. يعني كان يمكن من زمان يمرق علينا حالات فيها وصلت لهالدرجة من الإهمال، لكن هلأ نادر جدا سيدة تترك حالة لهي المرحلة. عادة بيجونا بمراحل السهنة ما وصلوا للهبوط الكامل، يعني خروج كامل الرحم من المهبل. طيب دكتور خلينا نبلش نحكي شوي عن العلاج. متى ما تم تشخيص الحالة إن كانت متقدمة أو لا، كيف ببلش رحلة العلاج للسيدة؟ أول شيء هون أنا بدي أحكي فيه شغلة كتير مهمة. أول شيء ما في شيء اسمه علاج دوائي، يعني كثير بيجوا سيدات بيقولوا لنا إنه شو الدواء اللي بدنا ناخده، ما في علاج دوائي، لأنه هي القضية بالأخير معنا يعني هي تبدل فيزيولوجي بالجسم بطبيعة الجسم. بس هون بدي أشير لقبل ما أحكي بالعلاج لشيء مهم بتمنى كل السيدات ينتبهوا له ويعملوه
السيدات المتزوجات اللي عندهم ولد أو ولدين وحتى لو ولاداتهم قيصرية مش طبيعية. في تمارين دائما مهمة للحوض وللعجال. هلا ما راح أدخل بشرح التمارين، يعني هي موجودة على اليوتيوب على جوجل أو أي مدرب أو مدربة رياضة ممكن يعلمها للسيدات. وهي تمارين تنعمل بالبيت وما بتحتاج أكثر من ربع ساعة يوميا إنها تعملها لتقوي عضلات الحوض. نعم. وأكيد يلي بتتبع هالموضوع بتعفي حالة من نسبة كتير كبيرة من الهبوطات الشديدة. وبالعكس هذا الموضوع إذا الصبي من عمر 25 أو أكثر وبتطالع وهي عندها أولاد تبعت هالموضوع وصار عندها عادة روتينية ممكن كتير تتفادى وجود مشكلة مثل هي المشكلة. هلأ بنرجع للعلاجات، هي العلاجات جراحية بالمطلق. يعني بالبدايات مثل ما حكينا بنعلمهم تمارين وكذا، بس بالنهاية هي العلاج جراحي. طبعا إذا لنحكي عن أنواع الهبوط وعلاجاته، إذا حكينا عن الهبوط الأمامي هو بينعمل له عمل جراحي، له أنواع العمل الجراحي، كمان ما راح أدخل بالتكنيك وتفاصيل عمل الجراحي، لكن في له أنواع متعددة وعملية طبعا بسيطة وبتنحل. كمان الهبوط الخلفي له جراحة خاصة، وكمان هبوط الرحم علاج جراحي وخاص. طبعا هبوط الرحم بالذات حسب عمر المريضة ممكن نحتاج نعمل لها استئصال للرحم، وممكن نقدر نعمله عن طريق المهبل، وممكن ما نقدر أو يكون الأفضل نعمل عن طريق البطن. يعني إذا بدنا ندخل بالتكنيك هون في كتير أنواع من العمليات، مش عملية واحدة أو تنتين. في شغلي كمان بحب الفوت نظر لها، أنه حتى اللي نعمل لها عملية ممكن يرجع ينقص الهبوط. فبدنا ننتبه طبعا دائما أنه اللي بتعمل جراحة لا علاج هبوط تناسلي بأي شكل من أشكاله، طبعا لازم تتبع قواعد وقائية كتير مشان ما نرجع ننقص بهذا الموضوع. ما بعرف إذا بتحبوا نحكي عن أنواع العمليات، بس برجع بقولك في عمليات عن طريق المهبل، في عمليات بالتنظير عم تنعمل، في عمليات جراحية ممكن نستأصل الرحم ونعلق قبة المهبل على العجوز، ممكن نستأصل الرحم ونعلق قبة المهبل على أربطة. يعني هاي التكنيك في تفاصيل كتير حسب الحالة، يمكن هذا الشيء بيحدده الحالة أكيد. تمام. طيب دكتور خلينا نحكي عن تفصيلة تانية. اليوم قديش مهم العناية المستمرة، يعني مثل ما قلت حضرتك ممكن تنكس، وخصوصا هي بنشوفها عن السيدات كبار السن اللي معهم أمراض أخرى مثل السكري وما إلى ذلك، اللي هي بتساعد على أن تكون عوامل خطورة أو مؤهبة. طبعا أنا حكيت هالفقرة من شوي وبرجع بأكد عليها، دائما مهم جدا تنتبه الأنثى، لأنه بالأخير الجسم بده يتبدل، يعني البشرات كلها الوجه بيرخي، يعني كل الأجسام كل البشرات مع تقدم العمر بدها ترخي، فالجهاز التناسلي عرضة دائما ليتعرض لهالمشكلة. دائما هي برجع بقول الاعتناء بحالة، إجراء التمارين الرياضية، عدم القيام بأعمال مجهدة، يعني كمان الأعمال المجهدة اللي بتخلي المريضة ترفع الضغط ببطنها ولو ما في مرض، هذا بيساعد على أنه ينوجد هبوط. يعني الوقاية هي بهذا الشكل، أما ما في عندنا وقاية مثلا مباشرة لحل هذا الموضوع. طبعا كمان مريضة السكري لازم تعتني بحالة، دائما بالطب في قاعدة، نعم، أي شيء نحن بنقدر نتعامل معه ببدايته فنحن بنقدر ننجح فيه، يعني حتى بالأمراض الخبيثة، حتى بالسكري، بأمراض الغدد، بكل الأمراض، أي شيء المريض بينتبه له ببداياته فممكن يوصل لنتائج كتير حلوة وما تتطور الحالة ليصير عندنا اختلاطات ومشاكل. طيب حكيم، ذكرت أنواع من العمليات وقلت أنه مرأت مرور الكرام على موضوع الاستئصال، ولكن دائما نسأل أنه إيمت الطبيب بيروح لهذا الإجراء وهو آخر إجراء؟ أكيد يعني أنت اليوم أنك تستأصل هذا الرحم، واليوم هي المريضة مدة الاستشفاء كيف حيكون نظام حياتها فيما بعد؟ هلأ هو كمان بدي ضوي على نقطة، هلأ نحن عندنا روب وقت نقول للمريضة استئصال رحم. هلأ أنا ماني عم احكي الكلام ده الا انه لا الاستئصال شغله منيحه لا ابدا، لكن استئصال الرحم عن سيده انهت الوظيفه الانجابيه،
يعني ما عاد بده اولاد. وصارت بعمر تجاوزت 45 سنه صار الرحم ما له شيء مرعب وما له شيء بيغير لها بحياتها ولا شيء. يعني هي تبقى كما هي في رحم او ما في رحم. هون لازم نعرف ان الرحم هو وظيفه انجابيه نقطه على السطر ما له اي وظيفه اخرى. يعني عندنا فكر بالمجتمع العام انه الرحم له علاقه بكل شيء، يمكن حتى اذا ذكيه لانه رحمه موجود يعني بيربطوا مع الرحم كل شيء. هذه معلومه خاطئه جدا. عندما يكون هناك ضروره لاجراء استئصال رحم ابدا ما تتردد السيده وتعتبر انه اذا استأصلت رحمه خسرت قصص اخرى. ابدا هي ما بتخسر اي شيء. هلا ايمتى بنلجا للاستئصال؟ وقت يكون الهبوط بمراحل متقدمه. في عمليات بنعملها بنرفع الهبوط، يعني بنترك كل شيء مثل ما هو وبنصلح الموجود. لكن وقت يكون الرحم الاربطه انتهت والرحم صار برا فهون الاستئصال ضروري جدا، لانه هذا التقل موجود. يعني حتى لو رفعته بده يرجع يهبط من اول وجديد. هون بنلجا للاستئصال. وبرجع بليك الاستئصال هون بقى الطبيب بده يدرس حاله المريضه انه استأصل عن طريق المهبل ونتائج منيحه او اضطر افتح البطن واتبع اجراء اخر لانهي العمليه. طيب دكتور، في كثير سيدات بيأثر الوزن على الوظيفه، يعني بنشوف السيدات وخصوصا اللي بيتمركز السمنه عند البطن. هذا الشيء كثير بيأثر، يمكن بيكون اول علاج لها هي الرياضه طبعا. كمان هذا موضوع مهم منيح ضويتي يعني عليه. الوزن مهم بس كمان ما بدنا كثير نحمل القصة على الوزن. يعني بيجينا سيدات من أنحف ما يكون وعندها هبوط رحم، هبوط شديد. وفي سيدات كثير ما شاء الله الله يحميهم بدنها ما عندهم شيء. بس يعني كمان ماني عم شجع على السمنة ويفهم لا أكيد، بس إنه أكيد الوزن عامل مهم. يعني الوزن هو مثل ما قلت لك عم يرفع الضغط ضمن البطن وعم يؤدي لأنه هي الأربطة تتطاول وتنزل. دائما السيدة لازم تعتني بحالها، الاعتناء بالذات كثير مهم وخاصة للجهاز التناسلي. برجع بقول لك التمارين اللي بتدعم الحوض بتمنى كل السيدات ما يهملوا، وهي شغلة ما بتتجاوز بسيطة ربع ساعة يوميا. يعني الصبح على وقت تقوم على تختة ممكن تساويها قبل ما تنام 10 دقائق كثير بتعمل نتائج. طيب دكتور، ذكرت حضرتك وطبيا انه هي ما كثير واضحه اعراضها الا بنسبه جدا قليله، هل انت اليوم يعني مع المراه انه تعمل تشيك كم شهر؟ هل الايكو اليوم بيكشف هي الحاله وممكن يكشف امراض اخرى يعني؟ تمام. هلا فيما هلا انا مع الفحص الدوري دائما، يعني اي سيده تراجع طبيب امراض نساء كل فتره 6 شهور لتعمل لطاخه مثلا كل فتره، لتعمل فحص للثدي، تعمل ايكو للرحم للمبيضين. يعني هذا امر طبعا ضروري، بس للهبوط بالذات ما في شيء. يعني ما لا ما مو ما في فحص دوري لانا اشوف الهبوط هو من ضمن الفحوصات. هون بدي اقول لك شغله كمان شغله مهمه، الهبوط لازم المريضه تشكي منه انا شخص. اما انا تجي لعندي مريضه هي ما عم تشكي من شيء وانا قال لي عندك هبوط، هون شوي الوضع ما كثير دقيق. هي نقطة كثير مهمة، يعني ما بيصير الطبيب إلا للمريضة إنه والله عندك هبوط، هلا يمكن يكون هبوط خفيف والطبيب يشوفه بهي المرحلة بيعلمها شوية تمارين وبينتهي الموضوع. مو نحن منشخص هبوط وعمل جراحي والمريضة ما نعم تشكي من شيء. صحيح، يعني دائما شكاية المريضة هي الأهم. أكيد. يعني معلومات مهمة جدا ضمن موضوعنا اليوم. شكرا لوجودك معنا دكتور، وشكرا لكل شيء قدمت لنا. يعطيكم العافية وشكرا. أهلا وسهلا حكيم، شكرا لحضورك اليوم ويومك حلو. أكيد بالصحة والسلامة لجميع الناس. يومك حلو يا سلمى، وأكيد كل الشكر للكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول. صباحنا خلص معكم اليوم، يا رب هيك كنا ضيوف خفاف على بيوتكم وقلوبكم وقدرنا نقدم لكم قصص ومعلومات بتهمكم بحياتكم اليومية. لاقونا نهار السبت بكرة بستوف من هلأ لوقتها، كونوا بألف خير. باي باي. نضلي بألف خير رشا، وأكيد لكل مشاهدينا يلي كانوا معنا. نهار جديد كل يوم بيبدأ، وأكيد البدايات والنهايات دائما إلى تأثير بحياتنا.
خطوة وصفحة جديدة بنتمنى تكون كلياتها خير وصحة لكم. لا تنسوا تتابعونا على طبعا صفحة الإخبارية. كل الشكر أيضا للكادر التقنية اللي بينزل الفقرات، ولأي معلومات على صفحتنا صباحنا غير أو على صفحة الإخبارية. ضلوا بألف خير، باي باي.